فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يذهب إلى مطاعم توجد فيها موسيقى ويقول: أنا لا أتعمد سماعها وإنما أنكرها في قلبي وأتناول الطعام هنا، هل يجوز له ذلك؟ الإنكار بالقلب ما يكفي، لا بد من الإنكار باللسان، الإنكار باليد هذا لأصحاب السلطة، الإنكار باللسان هذا للعلماء والذين عندهم معرفة بأن هذا منكر، إذا لم يستطع هذا وهذا ينكر بقلبه ويعتزل مكان المنكر، أو ينكر بقلبه يجلس في مكان المنكر يعتزل. نعم.